أكيد أسعد باستضافة سهام مزيان. صباح الخير من جديد، أهلا بك. صباح الخير يا زهيدة مجددا. تحية لكل الطاقم العامل معك شيخ فرحات، أيضا في البيئة بصفة عامة، أكيد وفي كل مرة تقدمون نشرات الجوية ونشرات أحوال الطقس، أيضا تقدمون نصائح خليني نقول على البيئة. أكيد، البيئة لأن هذا هناك العام تحت ارتباط شعار، وثيق. نعم نعم زهيدة، هو أول مرة احتفل باليوم العالمي للبيئة في 1974، وهذه كانت مناسبة وفرصة اتخاذ هذا اليوم للتذكير ولرفع الحس لدى المواطنين ولدى الأفراد بمدى مشكلات البيئة التي تواجه كوكب الأرض بصفة عامة. هو يحتفل به تحت شعار في كل سنة. الشعار هذه السنة هو إعادة التصور، إعادة الإنشاء من أجل الاستعادة أو من أجل مساعدة البيئة على استرجاع عافيتها بعد كل ما حدث خلال العقود الماضية وخلال السنوات الماضية. أصبح يحتفل بهذا اليوم أصبحت تحتفل بهذا اليوم 143 دولة سنويا، من بينها الجزائر. هذه السنة هو الاحتفال سيكون خاص في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، وفي ظل استعادة البيئة لعافيتها بشكل جزئي وبشكل ولو طفيف إن قلنا إن صح القول، مع توقف المصانع، توقف الطائرات، توقف وسائل النقل. هذا حد من انبعاث الغازات حتى التي شفنا التمام في طبقة ال نعم طبقة الأوزون. نعم، على مدار هذه السنوات زايدة كانت هناك عدة اتفاقيات. في 1985 كانت اتفاقيات رامسار للحفاظ على المناطق الرطبة نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على التوازن البيئي، تلتها عدة اتفاقيات: الاتفاقية التي تخص التنوع البيولوجي، الاتفاقية التي تخص الحفاظ على طبقة الأوزون، وأيضا الاتفاقية التي تخص الحفاظ على المناخ ومواجهة التغيرات المناخية الكبيرة التي حدثت نتيجة الاحترار العالمي. الجزائر هي جزء لا يتجزأ من العالم، وبالطبع تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالتغيرات المناخية، بالمشكلات البيئية. ولطالما زهيد ارتبطت القضايا البيئية بمشكلات البيئية وأيضا الحد من أثارها، لكن للأسف هناك اختلال كبير بين المشكلات البيئية وما يقابلها من حلول. المشكلات البيئية هي كبيرة، لكن الحلول التي تقابلها لا ترقى إلى مستوى هذه المشكلات التي يعاني منها الكوكب الأرض ككل، والجزائر أيضا بصفة خاصة. طيب نتكلم عن البيئة في الجزائر، ما واقعها؟ واقع البيئة في الجزائر، هناك عدة مشاكل تواجه الحكومة الجزائرية وتواجه الفرد الجزائري. أولا المشكل الكبير هو اختلال في توزيع الكثافة السكانية. الكثافة السكانية متمركزة معظمها أو بنسبة 80% في الجزء الشمالي للجزائر، والجزء الجنوبي يعتبر فارغ بمعدل فرد في 10 كيلومتر، أو هذا يحدث اختلال كبير في توزيع الموارد الطبيعية من مياه، أيضا من حيوانات، أيضا من استغلال للحيوانات، وأيضا استغلال للنباتات وكل الموارد البيئية. هذا مشكل كبير. أيضا عندنا المشكل الثاني زهيدة، هو مشكل التصحر، وأيضا الغطاء السد الأخضر وما واجهه خلال السنوات الماضية من حرائق أدى إلى إتلاف جزء كبير منه. لذلك كان هناك حملات تشجير بصفة سنوية، نثمن هذه الحملات ونشجعها وندعمها ونتمنى أن تكون بصفة أكبر، وهناك حملات تشجير أكبر تكون في الجزائر ككل، وخاصة في السد الأخضر لحماية الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية في النصف الشمالي للجزائر. هناك أيضا زهيدة مشكل التلوث البيئي، وهذا مشكل التلوث البيئي يرتبط ارتباطا وثيقا بسلوكية الأفراد، سلوكيات الأفراد التي لا ترقى إلى مستوى الوعي بمدى الحفاظ على البيئة. مدى بالضبط سهم في هذه النقطة، ثقافة البيئة عند الفرد الجزائري، يعني خليني أقول مؤخرا خليني ولا الإنسان عنده على الأقل شوية أنه الحفاظ على البيئة، يعني على سواء الحي تاعه ولا على مكان للبيئة تاعه بصفة عامة.
عنده ثقافة، خليني نقول هذا ليس ما نقدرش نقولوا ما كاينش ثقافة، وما نقدرش نعموا، التعميم هو خطأ كبير، لكن جزء كبير من الأفراد من الأفراد ما عندهمش وعي بضرورة الحفاظ على البيئة. الفرد الجزائري فقط يفكر في نظافة بيته أو محيط بيته، لكن لا يعلم أنه إذا قام بتنظيف البيت فقط فالفضلات التي تكون في الخارج ستعود عليه سلبا على صحته، وتعود بصفة غير مباشرة إلى بيته، وتؤثر على أطفاله وأيضا على أسرته بصفة كبيرة. المواطن الجزائري مثلا لو نشوف رمي الفضلات، ليس هناك ثقافة في رمي الفضلات. رمي الفضلات يجب أن تكون الفضلات غير ننقي السوائل منها ونرمي الفضلات وهي جافة، لكي نقضي على الروائح الكريهة في المزابل في على مستوى الأحياء. أيضا هناك هذه الطريقة تساعد في إعادة رسكلة النفايات وإعادة فرز النفايات. يجب أن تكون هناك أماكن مخصصة للنفايات البلاستيكية على حدة، الورقية على حدة، والنفايات الأكل أيضا على حدة. هذا يساعد في إعادة رسكلة النفايات، يساعد في إعادة رفع الحس لدى المواطن. أيضا لو نعود زاهدة إلى مشكل مثلا الآن أنا مقبلين على فصل الصيف، كل الناس تتوجه إلى الشواطئ، يجب الحفاظ على الشواطئ وعدم رمي الفضلات بعد مغادرة الشاطئ. بالضبط في هذه النقطة اسمحي لي سهام، كاين فرق بين أو كاين علاقة وطيدة بين السياحة والبيئة. طيب مؤخرا فيروس كورونا كان عنده إيجابيات، وهي السياحة الداخلية في الجزائر انتعشت مقارنة بالأعوام الفارطة، إلى أنه كان جانب سلبي واضح جدا. شفنا فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا السياحة الصحراوية ناس كلها راحت للصحراء، بعد ما يروحوا شفتي حاشاك النفايات يعني والفضلات منتشرة بشكل كبير، تعود الظاهرة أيضا مع موسم الاصطياف في الشواطئ وهكذا الغابات أيضا. وبالتالي الغابات لو نروحوا للغابات زهيدة، ويمكن هذه الفضلات أنها تؤدي إلى الحرائق والقضاء على الغطاء النباتي. هناك غطاء نباتي مهم جدا، وهناك لو كان هناك خسائر في بعض الأشجار لا يمكن استعادتها بأي شكل من الأشكال. لذلك يجب على المواطن لو مثلا نروحوا المكان ونستمتعوا به ونخلوهم فضلات وراءنا، هذا المكان راح نقضوا عليه شيئا فشيئا. الحيوانات اللي متواجدة والحشرات متواجدة في هذاك المكان راح نقضوا عليها بطريقة غير مباشرة وبدون علمنا، وبالتالي راح نساهموا في تدمير دورة الحياة على في الجزائر، دورة الحياة البيئية. فمجرد ربما احنا نستهين بحشرة صغيرة، لكن هذيك الحشرة عندها دور كبير في الدورة البيئية وفي نمو بعض النباتات. لو نشوف مثلا النحل عنده دور كبير، فاحنا بهذه الممارسات السلبية وبرمي الفضلات بشكل عشوائي نحن نقضي على الدورة البيئية في الجزائر، نقضي على البيئة، نقضي على المحيط تاعنا، وبالتالي ايضا على السياحه كما قلتي زاهدة، لانه النظافه مهمه جدا في عامل الجذب، تعتبر عامل جذب سياحي كبير للاماكن السياحيه. صحيح واضح. اليوم كاين ملتقيات خاصه بالبيئه، اكيد كل الملتقيات ستعرض في النشرات الاخباريه. نتمنى ان يكون هناك ايضا زاهده تنظيم نشاطات على مستوى المدارس، لانه الوعي البيئي يكبر مع الاطفال منذ الصغر. اذا ربينا اطفالنا على حب البيئه وعلى الحفاظ على البيئه، وعلمناهم كيف ولقناهم الاساليب التي يمكن بها الحفاظ على البيئه، و حسسناهم بمدى أهمية البيئة على صحتهم وأيضا في طريقة حياتهم من خلال الاستهلاك اليومي، من خلال الاحتكاك اليومي مع البيئة، هذا راح يكون عنده دور كبير في إنشاء فرد قادر على الحفاظ على البيئة بشكل كبير جدا. كانت عندنا مادة دراسة الوسط، نعم، كي كنا نقراو في البريمير، نعم كانوا يطلبوا منا أن نغرسوا النباتات، كانوا يطلبوا منا أن نتعاملوا مع البيئة بشكل كبير، وهذا أثر فينا إلى غاية اليوم. نعم الجيل القديم لو نقارنه زاهدة عنده حس بيئي أكثر من الأجيال الحالية، لأنه المناهج الدراسية قل فيها أو لم تعد تهتم كثيرا بالمجال البيئي. لو نشوفوا في البلدان المتقدمة زاهدة، ولو نديروا نعملوا مقارنة مع البلدان
البلدان المتقدمة، الأطفال في المدارس من السنة الأولى إلى غاية السنة السادسة، كل طفل كل تلميذ عنده نبتة يهتم بها، يعني لكي يعلموه حب النبات، حب حتى النبتة هذيك مش راح تعلمه فقط حب البيئة والحفاظ على البيئة، أيضا عندهم حيوانات يهتموا بها منذ الصغر، هذيك النبتة فيها حياة فيها موت، هذيك نبتة يعني تقاوم المناخ، وعندها تعلم الطفل كيف يقاوم الحياة، كيف يحب الحياة، كيف يحب البيئة بصفة عامة. صحيح صح. إذن شكرا على كل هذه المعلومات، العفو. ونتمنى من المواطن هو المسؤول بالدرجة الأولى للحفاظ على البيئة، أنه نحن على مقربة من موسم الاستياف، لما يروح معه يدي معه ساشي عادي، والفضلة ليست مكلفة إطلاقا، عادي جدا، وبالتالي حتى يعلم أولاده، لأنه الطفل كي يشوف باباه يرمي قمامة ولا يرمي أي كارت صغير يشوف أنه شيء عادي، يرميه من السيارة ولا يرميه في أي مكان ويشوفه شيء عادي، ولكن هذاك هو درس لابنه، وابنه راح يتعلم عليه أكيد. وبالتالي توقع الكارثة. أكيد. مؤسسة التنشئة البيئية التنشئة الاجتماعية مهمة جدا، من مسجد من مدرسة وأيضا من أسرة، لذلك يجب الالتفات إلى هذه الأمور. نعم، شكرا جزيلا مزيان على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا الكرام، إذن بهذا وصلنا إلى ختام المورنينج لنهار اليوم، شكرا جزيلا على